انا صار لي شي شهر ما عرقت تسعه ونزل مني عرق تسبب كثير عرق من جسمي ووشي كويس. طيب ما يعني مثلا هل الى الكلمه كان فيها تاثير داخلي؟ كل ما ان شاء الله افضل شيء تحركت الاشباح مدد خليك صوفي لا تأول سيدي هاي نفحات صوفية انت ما شاء الله بحالة الأنس على طول ان شاء الله يرمح زي الريح اما بتيجي على النخل وتحرك مدد يا اسيادي يا صوفيا بحركم عميق واللي يخش فيه يقرا سيدي علم انه انا صار لي شي شهر ما عرفت شفت شلون عملت بحول المدرسه وما عملت لازمك انك تدش البحر تتسبح يا سيدي انت تتكلم عنه معظم الوقت انت حركتك محدوده خلاص وشربك للميه بيتصرف اي حاجه لا والله انا في رمضان بعد بس انا وعم اتعرق عم اقول يا رب انه تكون ذنوب انت تحليلك مدني وهو تحليل صوفي وشكرا.